أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة: يا باغي الخير أقبل. وهذا هو نداء رمضان الذي ناداه المنادي أهل الإسلام في أول ليلة من هذا الشهر المبارك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها الأكارم، رمضان غنيمة العام وفرصة أهل الإسلام، هو ميدان التنافس ودعوة للبر وباب للتزكية، فالأجر فيه بغير حساب، والجنة والسماوات مفتحة الأبواب، والمنادي ينادي أهل الخير، والعتقاء كل ليلة. وهذه دعوة لأهل الخير ليزدادوا خيرا على خيرهم، ونداء لأهل التنافس ليزدادوا تشميرا في طاعة ربهم. فمن حرم الخير في هذا الشهر فهو المحروم، ومن تباطأ فهو الملوم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن حتى ينسلخ الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية لأحمد: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. فرمضان الخير فيه يزداد وخصال البر تكتمل. ومن هذه الخصال التي يقبل عليها الناس ممن وفقهم الله للخير: الخصلة الأولى الموعظة والاعتبار. فتعاقب رمضان أيها الأفاضل معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال، فالأيام مراحل والناس عليها سائرون، وابن آدم إنما هو أيام، فكل يوم يمضي بعضه، وقد جد به السير ونودي عليه بالرحيل، كل نفس ذائقة الموت، ويوشك كل واحد منا أن يحط ركابه بين الموتى، فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي بمن غبروا، والناس في سكرة من خمر جهلهم، والصحو في عسكر الأموات لو شعروا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبقاء الناس في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي دار زرع يزرع الزارعون فيها لأخراهم ليحصدوا الخير عند لقاء ربهم. فإذا ماتوا ارتهنوا بما زرعوا ووجدوا ما حصلوا، فالدنيا زائلة
والموعد الآخرة. وقد أمر الله عز وجل بالاستباق في البر والمسارعة والمسارعة إلى المغفرة ودوام العبادة، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالدنيا مسارعة ومنافسة واستباق قبل حلول الأجل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه يستغلها أهل الفطانة الموفقون من ربهم. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. فالشباب صحة ونشاط، ومن شب على شيء شاب عليه. وصحتك قبل سقمك، الصحة لا تدوم، فاستغلها في الطاعة. فإذا عجزت بالمرض كتب لك ما كنت تعمل صحيحا. وغناك قبل فقرك: تصدق، قدم لأخراك. فإذا من الله عليك بالخير فقدمه لنفسك، أنت تعمر أخرى. فإذا كنت ستنتقل من دار الخراب إلى دار البقاء، وترتحل من دار ليس فيها إقامة، عليك أن ترسل الأرصدة إلى بلدك، بلد الإقامة. وفراغك قبل شغلك، الأشغال كثيرة، فإذا من الله عليك بالفراغ فاستغله في طاعة ربك. وحياتك قبل موتك، ما دمت في زمن الإمكان قدم الإمكان. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر، وهي وصية لنا، فكيف قابلها ابن عمر؟ فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الدنيا ليست بدار قرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعيش أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى زهرة من الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فمن أراد الآخرة فليجتهد في الدنيا في الأعمال الصالحة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهي حقيقة بالتنافس والسعي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ورمضان فرصتنا، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الخصلة الثانية: علو الهمة. رمضان نفحة من ربنا ونعمة من خالقنا، قد أحاطه الله عز وجل بأسباب الخير، ففتح فيه أبواب الرحمة وأبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب المغفرة، وغلق فيه أبواب النار والجحيم، ومنع عنه الشرور فصفض فيه الشياطين ومرضت الجن، وهيأ فيه النفوس للخير
حتى إنه من كثرة خيره دعا جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن على دعائه هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فعلى من أراد النجاة من النار وغفران الذنوب فعليه أن يدخل في هذا الحصن الحصين. وهذه النفحة أيها الأفاضل قال الله عنها: أياما معدودات يعدها العاد، وقد مضى منها أياما مضت سريعة. وهذا العرض عرض تشويق، أياما معدودات، والإنسان كلما تذكر أنها أيام تمضي سريعا وقد لا يدركها أبدا بعد عامه، وقد مرئت بالخير الذي لا يعوض، نشط وسارع. وإذا أردت أن تعرف حقيقة قلة هذه الأيام المعدودات انظر إلى طول الدنيا عند أهل الآخرة، فالناس يسألهم الله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما الجواب؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما تطويل لها، وإلا فالمستقر عندهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، بل سيقسمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كانت الدنيا والعمر المديد ساعة تعارف، فما موقع الأيام المعدودات منها؟ إذا كان الإنسان يعمر 100 عام وتساوي عنده في الآخرة ساعة، فما نسبة الشهر الواحد بالنسبة لهذه الساعة؟ 20 ثانية، أياما معدودات. ولذلك قال العارفون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. والإنسان قد يكسب سعادة الأبد بهذه الأيام المعدودات. فأليس من الحرمان أن يفوت الإنسان أو يفرط في هذه النفحات؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ولذلك كان ابن عون إذا جاء رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، يأتي برمل فيلقيه في المسجد. لماذا؟ لأن مساجده مفروشة من الحصباء، من الحجارة الصغيرة، ليست مكيفة ولا مفروشة بالفرش الممهدة المريحة. يأتي بالرمل الناعم ليستطيع طول المكث عليه، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع. الخصلة الثالثة: تحصيل التقوى. فالصيام شرع لحكمة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام له ظاهر وله باطن، له حقيقة، من لم يأتي بها لم يصم.
فعلى المسلم أن يحرص من أول شهره أن يحصل حقيقته وحكمته ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبيان الحكمة من الصيام ليسعى الناس في تحصيلها ويزنوا صيامهم بها. إن حصلت بصيامك التقوى فصيامك هو المطلوب الذي أراده الله منك. هل تحفظ جوارحك؟ هل تحفظ سمعك؟ هل تجتهد في طاعة ربك؟ هل تقبل على طاعته وتذر معصيته؟ هذه التقوى. إن وجدت نشاطا في الطاعة وإقبالا على ربك وزيادة في الخير وتركا للمعاصي فأنت في طريق تحصيل التقوى. فاجتهد ليسلم لك الشهر، فإنه من سلم له الشهر سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما هو لحفظ الجوارح والابتعاد عن الآثام والاجتهاد في الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن شاتبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصيام حاجز من الآثام، فمن لم يحفظه الصيام عن الآثام قد لا يحصل من الصيام إلا جوع البطن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وأهم ما يعين على ذلك وهي الخصلة الرابعة: الإقبال على القرآن وملازمة تلاوته وشغل الوقت به، فهو من أعظم أسباب تحصيل التقوى. ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من مدارسته ويحيي ليله به ويعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكان يقول لأمته: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فإذا حجزك الصيام عن الآثام وحجزك القرآن بالليل عن النيام وأقبلت عليه وانصرفت به دون غيره من الملهيات فسيكون القرآن لك شفيعا. ولذلك كان السلف يحيون ليلهم بالقرآن تلاوة وصلاة وتدبرا. صلاتهم لم تكن مثل صلاتنا. قال السائب ابن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي وتميم الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. متى يخرجون من المساجد؟ الناس في عجلة، والآخرة تنتظرهم، والقبر صندوق العمل، فقدم إن أردت أن تحشر مع نبيك وصحابته وترفع في جنات النعيم، قدم قدم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر،
قيامهم ليس في أول الليل ثم يقومون في آخره، من أوله إلى آخره. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه لا يخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة قالوا إنه لا يخفف. هذا صلاة خفيفة. وبعض القراء من أول رمضان إلى آخره لا يختم البقرة، وأطول ركعة عنده ركعة الوتر يقرأ فيها سبح، يقرأ آية آية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان بعض السلف يختم في كل 7 في السنة، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة. وكان للشافعي في اليوم والليلة ختمتان سوى ما يقرأ في الصلوات. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. الخصلة الخامسة ملازمة الدعاء. بين الدعاء ورمضان وصيامه ارتباط وثيق، فالدعاء من العبادات التي امتاز بها شهر رمضان عن غيره من الشهور. والدعاء ليس في تطويل القنوت، لم يكن قنوتهم طويلا، يتلذذون بالقرآن بطول سماعه ويكثرون من الدعاء في الركوع وفي السجود وفي التشهد وعند الإفطار وفي الليل والنهار. ولذلك قال الله في أوسط آيات أحكام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فذكر هذه الآية التي فيها الحث على الدعاء في وسط آيات الأحكام من الصيام تدل على عظم منزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك. وقد وردت أدلة من السنة كثيرة في هذا. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان. العتقاء في كل ليلة، ولله عند كل فطر عتقاء. قال: وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. في كل يوم وليلة لك دعوة تستجاب لك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. اشتغل بالدعاء عند الفطر وفي أثناء صيامك. وذلك قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الخصلة السادسة الإحسان إلى الناس. والإحسان إلى الناس في رمضان نوعان: إحسان بالعفو والمسامحة، وإحسان بالبذل والمعروف. أما الإحسان بالعفو فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، حيث قالت: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث، قال: العفو من أسماء الله تعالى، اللهم إنك عفو. قال: العفو من أسماء الله تعالى، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض
عاملهم بعفوه. فإذا أردت عفو ربك فاعفو عن عباده، فالجزاء من جنس العمل. الله عفو يحب العفو، فإذا فعلت ما يحبه الله أعطاك الله ما تحب. وأما الإحسان بالبذل فقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. وذلك قال كان ابن شهاب إذا دخل رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الإطعام في رمضان: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إذا فطرت صائم ولو بتمرات ولو بجرعة ماء نلت أجر صيامه من غير أن ينقص من صيامه شيء. فهذا حث على الإطعام في رمضان. وعلى هذه السنة تنافس أهل الإحسان على مر الأزمان. جاء في سيرة حماد ابن أبي سليمان أنه كان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطى لكل واحد 100 درهم. قال الشافعي رحمه الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فبين رمضان وبين الإحسان وإطعام الطعام تناسب عظيم. فرمضان أيها الأفاضل شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. والله تعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء. وشأن الصدقة في الإسلام عظيم. قال عمر: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر وفضلها في أول ليلة من رمضان وهي في العشر، ليتنافس الناس في الاجتهاد لها والتمرير على السهر للقياها وتقديم الصالحات للتوفيق لحصولها. فنسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم ممن سلم الله لهم رمضان وتسلمه منهم متقبلا، كما أسأله سبحانه أن يعتق رقابنا من النار، وأن يمن علينا بالخيرات وقبول الطاعات، وأن يوفقنا إلى مرضاته، كما أسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وبلادنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه بالغابرين، وأن ينور له قبره، وأن يفسح له فيه، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كما أسأله أن يدرى عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن،